طيب، احنا بقالنا حوالي سنة ونص في جائحة هزت العالم كله، ورغم الجائحة اللي أثرت على الكرة الأرضية كلها تأكيد كمان على مصر، لكن مصر الحقيقة كان ليها دور كبير جدا في دعم عدد كبير من الدول في مواجهة الأزمة، وقدمت مساعدات كتير لدول صديقة وشقيقة زي ليبيا، لبنان، الهند، إيطاليا، أيضا الصين. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. مع تفشي الموجة الثالثة من جائحة كورونا في بلدان العالم، بادرت مصر بمساندة واستمرار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما في تلك المحنة التي تمر بها دول العالم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومنذ أيام قليلة قامت مصر بإرسال شحنات طبية لدولة ليبيا، إذ أرسلت طائرة شحن كبيرة محملة بالمساعدات الطبية إلى مطار بنينا الدولي شرق ليبيا لمواجهة انتشار كورونا. ولم تكن تلك المساعدة الأولى لمصر إلى ليبيا، حيث سبق وأرسلت طائرتين محملتين بكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تكرر أيضاً مع لبنان. كما أمرت القيادة السياسية بإرسال مساعدات طبية لدعم دولة الكونغو الشقيقة، لا سيما بعد زيادة أعداد الإصابات في الدولة وارتفاع مؤشر الوفيات، وفي استجابة سريعة وعاجلة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إرسال 30 طناً من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند للتصدي لفيروس كورونا. كما أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من الصين وإيطاليا في بداية الجائحة، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والإفريقية.